واضح ان في حياتك مشاهد درامية كتير يعني، بس ايه اكتر مشهد فيهم بيأثر فيك لغاية دلوقتي؟ مشاهد في الحياة وفاة والدتي رحمة الله عليها، هي فترة كده غريبة يعني. ثم بعديها وفاة اخويا، يعني انا عشت فيه تخبطات كده شوية، لكن احمد اخوك صح؟ احمد اخوي الله يرحمه، كان 19 سنة تقريبا يعني. بس وفاة والدتي هي اللي هزتني قوي يعني، هي اللي وجعت قلبي. قعدت 7 شهور تقريبا بتمنى ان انا اموت يعني، لان هي توفت 49 سنة. وبعدين فجأة لا، كان جالها كانسر، فقعدت 6 شهور في ما بين في المستشفيات. وبعدين الدكتور جه قال لي انت اخر ايامها، قال لي دي يعني هي في خلال اسبوعين تتوفى يعني. فكانت حالة ربنا يا رب ما يوريها لأي حد.